عرض عقد أكبر منتدى إعلامي مصري عماني، كان بحضور يعني حوالي 20 أو 25 شخصية من كبار الإعلاميين في عمان، وكان موضوع المنتدى الثورة التكنولوجية الخامسة، يعني هي الثورة التكنولوجية الرابعة والخامسة، يعني هي أصبحوا ثورة واحدة الآن، والذكاء الاصطناعي وأثرها على الإعلام من حيث الصناعة ومن حيث المحتوى. حوار طويل جدا قدمت فيه آراء واقتراحات، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يبقى في تواصل مستمر ما بين الإعلام في الدولتين للاهتمام بهذا الموضوع الكبير وأثره على صناعة الإعلام، بجانب الاهتمام بالدورات التدريبية، بجانب الاهتمام بالاطلاع على أحدث التجارب العالمية فيما يتعلق بصناعة الإعلام. طبعا احنا قلنا أن اللقاء الأخير اللي تم بين فخامة الرئيس وما بين السلطان هيثم، ما بين الزعيمين، هذا اللقاء الكبير وضع للإعلاميين أرضية ممهدة جدا لبدء علاقات إعلامية قوية ومتينة، وعمان يعني دايما واقفة جنب مصر وبتساند قضاياها وبتساند مواقفها السياسية، واحنا كإعلام كنا سعداء جدا بهذا الملتقى اللي بيعقد لأول مرة، وإن شاء الله يتكرر مثل هذا الملتقى في القاهرة وفي مسقط، ونساهم مع بعض في خدمة الإعلام مش ما بين الدولتين بس، بل الإعلام بين كل الدول العربية. سعداء بهذا اللقاء اليوم تحت ضيافة هذه القلعة العريقة الماسبيرو، التي حقيقة كان لنا صولات وجولات فيها تعليما وتكوينا معرفيا هنا في هذا البلد العزيز علينا، بدعوة كريمة من معالي الأخ العزيز كرم جبر والإخوة الأصدقاء الأعزاء، بحضور جمعية الصحفيين العمانية بنشاطها الذي استمر لمدة 3 أيام في مصر العزيزة، وقد انطلقت الندوة منذ يومين في متحف الحضارة المصرية للحديث عن العلاقة بين البلدين في محاور مختلفة، المحور العلاقات بين البلدين، ومحور الاقتصادي والتجاري، المحور الآخر وهو الإعلامي والثقافي، كيف ربط هذه العلاقة وكيف كان مساندا لهذه العلاقة. نحن اليوم في مبنى يعتبر من أهم المباني ليس لمصر فقط ولكن للأمة العربية بأجمع، ملتقى الصحافة المصري العماني الذي اختتم بالأمس هدفه مد جسور تعاونية أكبر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق لمصر والتقاءه بأخيه فخامة الرئيس السيسي. وقعنا أيضا اتفاقية تعاون مع نظرائنا في مصر، كل بنود هذه الاتفاقية تصب في مصلحة المؤسسات الصحفية والإعلامية وتصب أيضا في مصلحتكم كصحفيين وإعلاميين. ناقشنا حاجات كثيرة جدا ومن أهمها الذكاء الصناعي، وقلنا واتفقنا ان احنا لازم عشان نبدأ نفهم يعني ايه ذكاء صناعي لازم نعمل دورات تدريبية بيننا وبين سلطنة عمان، وان شاء الله بإذن الله يعني في اجتماع وزراء الدول اللي هو الإعلام في المغرب ان شاء الله يتم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة، لان ده موضوع مهم جدا جدا ان شاء الله بإذن الله. لازم ان احنا نسير التكنولوجي، ولكن مش هننسى برضو ان شاء الله الورقي ولا الالكتروني، هنمشي في الاتجاهين ان شاء الله باذن الله. الجانبان العماني والمصري في مجال الاعلام دائما ما يتواصل من خلال برامج مستمره يعني رصدتها يعني السنوات الماضيه، وهذا ليس يعني وليد اليوم. الاعلام العماني والمصري والاعلاميين في هذه في البلدين يؤكدون دائما على عمق العلاقه ما بين الجانبين في مجال الاعلام. اليوم المنتدى الذي يقيم في يعني في هنا في جمهورية مصر العربية والحديث عن الثورة الصناعية الخامسة وكذلك الذكاء الاصطناعي هو دليل واضح على حرص الجانبين على التطور وأن نواكب العالم في مجال الإعلام الحديث من خلال يعني الإعلام الاصطناعي وكذلك التقني. نعم، في هناك تعاون ثقافي إعلامي بين البلدين، جيد أن هذا الملتقى اليوم يرسخ هذا الأمر بشكل كبير. علاقاتنا بالمثقف المصري والإعلام المصري علاقة أكثر من ممتازة، تعلمنا على الكثير من يعني من مدارس الأخوة المصريين، الكثير منهم كان فعلا أساتذة لنا في الإعلام العماني، اليوم
من خلال هذا الملتقى فرصة نلتقي بهم ونلتقي بالقيادات المصرية العريقة الحقيقة.